أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. في الذكرى الثانية لانطلاق عاصفة الحزم ينتظر اليمنيون السلام الذي لا يبدو أنه سيتحقق قريبا بسبب تعنت الميليشيا واستمرارها في حرب عبثية تمضي بلا أفق. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذه المناسبة لنناقشها في محورين: أسباب عدم تقدم المسار السياسي، وكيف تبدو فرص التوصل إلى حل سياسي بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم. بعد شهر من انطلاق عملية عاصفة الحزم، أطلق التحالف العربي عملية إعادة الأمل، والتي تتضمن جزئين، أحدهما عسكري والآخر سياسي، يدعم جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وبعد عامين تبدو فرص التوصل إلى حل سياسي أقل مما يفترض، خصوصا مع ما هو مطروح الآن من مقترحات تصنع سلاما هش مشيد على ركام الاعتراف بالانقلاب وجعله حقيقة واقعة لا يمكن تجاوزها. نبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث بعد أن نشاهد التقرير التالي للزميل كمال حيدر. كيف يمكن افتكاك السلام من بين أنياب الحرب النشبة في الجسد اليمني منذ أكثر من عامين؟ بقي هذا السؤال يؤرق اليمنيين على مدى أيام الحرب، وفي كل لحظة كانت تنطلق جولة جديدة من البحث عن الحل السياسي، كانت تتصاعد آمالهم باقتراب لحظة الخروج من الأزمة، إلا أن المحصلة المخيبة للآمال التي خرج بها هذا المسار خلال عامين جعلت اليمنيين يحتفظون بنسبة عالية من التشاؤم إزاء هذه التحركات التي تبدو بلا نهاية. بعد أقل من شهر على انطلاق عاصفة الحزم، أعلن التحالف العربي إيقاف العملية وإطلاق ما يمكن اعتباره المرحلة الثانية منها، وهي عملية إعادة الأمل. تتضمن عملية إعادة الأمل التي أطلقت أواخر إبريل من العام 2015 شقين، أحدهما عسكري، ويعني استمرار العمليات العسكرية التي أطلقها التحالف في 26 من مارس، والآخر سياسي يدعم الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على أساس القرار الأممي 2216. ومنذ انطلاق الجولة الأولى من المحادثات في جنيف منتصف يوليو 2015 لم يحدث أي تقدم حقيقي، فبينما تصر الحكومة على تنفيذ القرار الأممي 2216 والذي يقضي بانسحاب الميليشيا وتسليم المدن، تحاول سلطة الانقلاب حرف مسار المحادثات نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي والقفز على الانقلاب وما ترتب عنه. وبينما تستمر العمليات العسكرية ويستمر معها انحسار سلطة الميليشيا على الأرض، بقي الحل السياسي متعذرا حتى اللحظة، نتيجة لتعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع ورفضها تنفيذ القرار الأممي. يضاف إلى ذلك تقاعس واضح من جانب المجتمع الدولي عن إيجاد مخرج مناسب للأزمة اليمنية، مع تركيزه على الحالة الإنسانية المصاحبة للحرب والتي تستغلها الميليشيا لحرف بوصلة الحل المفترض باتجاهة لا يمكن أن ينتج عنها حل حقيقي، وهو ما تجلى بخارطة الحل التي قدمها المبعوث الأممي أواخر العام الماضي، والتي لا تزال الحكومة ترفض التعامل معها بوصفها تتعارض مع المرجعيات الأممية والوطنية بخصوص الحل في البلد وتنحاز لرؤية الميليشيا. وعلى مسافة عامين من انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لا يزال الحل السياسي بعيداً، ولا يبدو أن الخطوات التي قطعت في هذا المسار كفيلة بالحصول على الحل الذي ينتظره اليمنيون. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض، نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني. أهلاً بك أستاذ عدنان. إذن عملية إعادة الأمل أطلقت مسار للحل السياسي، لكن بعد عامين من تلك اللحظة التي تم الإعلام فيها عن ذلك لم يتحقق شيء على هذا المسار، ما هي الأسباب التي منعت التوصل إلى حل سياسي حتى الآن؟ في البداية يعني يقدر بنا أن نجيب على سؤال رئيسي، وهو لماذا توقفت العملية السياسية في اليمن؟ ما الحدث الذي جعل العملية السياسية تتوقف ولا تمضي قدما بعد أن شرع اليمنيون في عملية حوار استمرت سنة ما يقارب العام، وكانوا على مشارف الاستفتاء على الدستور ونتائج الحوار الوطني؟ كيف توقفت العملية السياسية؟ كان هناك عملية عسكرية، هذه العملية العسكرية أوضت العملية السياسية وأسقطت العاصمة ومعها أجهزة الدولة المركزية للبلد، وبالتالي أدخلت جعلت اليمن ساحة حرب عسكرية. أي عملية سياسية لا تأخذ في الاعتبار هذا المتغير الرئيسي والجوهري الذي نقل البلد من مسار سياسي إلى مسار المواجهة العسكرية لم تستطع أن تحل الإشكال، بمعنى أن العملية السياسية هي ساحة لا يمكن أن ندخل إليها إلا إذا تم تأمين هذه الساحة من خطر السلاح المتواجد في يد الميليشيات والقوى الانقلابية. قبل هذا الأمر لا نستطيع أن نتحدث عن عملية سياسية، سواء كان الراعي
وطني أو إقليمي أو دولي قبل نزع السلاح وترتيب وإنجاز ترتيبات أمنية حقيقية وتتلامس مع وتلامس جوهر المشكلة اليمنية لا نستطيع. ويكون عنوان هذا الحل اللي الحل الأمني الذي يسبق العملية السياسية هو تمكين الدولة من السيطرة على السلاح واستخدامه كطرف وحيد في اليمن. قبل هذا لا نستطيع أن نتحدث عن العملية السياسية. طيب. طبعا أنت أنت يعني لماذا أنت ربما استندت على الخلفية لما حدث واستدعى التدخل من قبل التحالف العربي. طيب الآن بعد عامين من هذا التدخل والإنجازات التي يقول التحالف العربي والشرعية أنهم حققوها، سيطرة على 85% من الأراضي وتدمير لمعظم القوة لدى ميليشيا الإنقلاب، ما الذي يمنع الشرعية والتحالف العربي من إيجاد مسار سياسي ربما بشروطهم ووفق ما لديهم من تغير في ميزان القوى على الأقل الآن؟ الذي حصل انه بعد سيطره بعد اسقاط الدوله او الحد الادنى من اجهزه الدوله كل العمليه السياسيه التي يمكن ان تنشا الان هي لاستعاده اجهزه الدوله. يعني كنا مثلا في 2013 و2014 لدينا الحد الادنى او يعني الحد الادنى من اجهزه الدوله اللي يمكن ان نتكئ عليها في اطلاق العمليه السياسيه. كل ما تصنعه الشرعيه الان ومعها التحالف العربي انها تحاول ان تستعيد الارض وتقيم بعض الاجهزه اللي هي الاجهزه السياديه والاجهزه الخدميه التي تجعل الحديث عن السياسه امرا ممكنا. قبلها يعني قبل انجاز هذه المهمه وهي وجود الدوله، لانه في النهايه السياسه هي فعل يقوم به المجتمع في ظل رعايه الدوله. قبل ايجاد هذه الدوله لا نستطيع ان نتحدث على عمليه سياسيه، كيف ستقنع مثلا ابناء تعز ان ينخرطوا في عمليه سياسيه ما؟ كيف ستقنعهم بان الحل السياسي هذا يمكن ان يفضي وهم يعانون الى الان حصارا مطبقا والمدينه تكاد تحرق وتهدم بمدفعيه الانقلاب؟ ايضا قبلها عدن، يعني كيف يمكن ان تخاطبوا اثناء الضرب او الحصار او احراق خور مكسر ان العمليه السياسيه يمكن ان تكون مجديه وهم يتعرضون للاحراق؟ ما يقوم به الآن الشرعية سيدي والتحالف هو استعادة الأرض وبناء ما يمكن بناؤه من مؤسسة الدولة، وإن كان لهذا المسعى يعني حديث طويل إلا أنه هذا هو الحاصل، أننا أمام مهمة يعني فرضها علينا الانقلاب وهي مهمة إعادة بناء الدولة أو إيجاد الحد الأدنى من مؤسساتها. كقوى سياسية أنتم طرف ربما فيها كتجمع من الإصلاح وأيضا باقي القوى السياسية المؤيدة للشرعية، ما هي شروط الحل السياسي من وجهة نظركم التي قد تصنع سلام دائم؟ هناك حل شرطين رئيسيين، الشرط الأول يتعلق بالدولة والشرط الثاني يتعلق بالمجتمع. أما الشرط الأول اللي يتعلق بالدولة أن تكون صاحب اليد الطولة والوحيدة في استخدام السلاح وحيازته، وأما الشرط المتعلق في المجتمع هو محاسبة المجرمين على ما تركوه بحق المدنيين والمدن والقتل والمجازر الذي تعرض لها اليمنيون بشكل غير مسبوق. شرطين رئيسيين قبلها لا نستطيع أن نتحدث على أننا جزء من عملية سياسية يمكن أن تنطلق من هنا وهناك. طيب في ظل الشكل الحالي للقوى في البلد هل يمكن الحديث عن سلام حقيقي أو أي مؤشرات؟ الحرب هو بحث عن السلام، يعني العملية العسكرية التي تتم هي حرب تحرير الوطنية، ونعتقد انها يعني ان هذه الحرب يجب ان تكون اخر الحروب التي تتم في اليمن، بمعنى ان تكون الحرب التي تدشن بعدها السلام. ما لم يكن السلام هو هدفنا لم نستطيع ان نقول ان هذه الحرب حرب وطنيه. ما يجري الان هو تهيئه للسلام حسب ما نعتقد، وان الجهود والتضحيات الجسيمه التي قدمها ابناء الشعب اليمني وهو لانهاء الاسباب التي تؤدي الى الحروب المتكرره بين الفئتين والاخرى في كل عقد من العقود او في كل عقدين. وهنا لن يتم هذا الامر الا اذا فعلا انتهت هذه الحرب باسقاط الانقلاب وانتزاع السلاح وبناء مؤسسات وطنيه في داخل اجهزه الدوله. طيب هذا ما نسعى اليه. كنموذج يمكن ان تقدمه الشرعيه والتحالف العربي الان السيطره على 85% من الاراضي، هل بعد تمت السيطرة وإتاحة المجال للحكومة الشرعية ربما في الحكم، هل هذا النموذج الذي يفترض أن تقدمه هل هو إلى أي حد هو قد يبعث على التفاؤل أو الأمل أنها ربما قادرة على فرض رؤيتها وأن يحدث تغيير أيضا في الموقف والمزاج الدولي بالنسبة للشرعية والتحالف العربي؟ وظيفة الأحزاب السياسية هي التعبير عن تطلعات الشعب،
لكن بإمكانك أن تستضيف وزير الخارجية اليمني وتساله عما تشاء فيما يخص الشرعية والتحالف. نحن نتحدث عما يريده الشعب وما المفترض أن يكون عليه الحال. طيب مقترحات الحل المطروحة الآن إذا ما تحدثنا عنها وهي مطروحة من قبل ولد الشيخ ربما، هل هي قادرة على صنع سلام حقيقي في البلد؟ سبق وتحدث الجميع بما فيها الشرعية والأحزاب السياسية أن أي مبادرة يعني لا تستند إلى المرجعيات المعترف بها هي مبادرة لن تصنع لليمنيين سلام، إنما يعني بقدر ما ستصنع قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة من اللحظات. مبادرة ولد الشيخ للأسف أو المبادرة اللي سميت بمبادرة ولد الشيخ هي لم تكن في الحقيقة من النوع الذي يؤدي إلى إيجاد سلام حقيقي، لأنها تخلط ما بين الجانب الأمني والسياسي فتقدم السياسي على الأمني وهذا مستغرب له. السياسة لا تنمو إلا في ظل الاستقرار، والاستقرار لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن تكون الدولة قد بسطت نفوذها على الأرض اليمنية. وبالتالي لا نعتقد أن هذا المسار الذي يخططه كان ولد الشيخ يعني من جزء مهم. طيب سأعود لك أستاذ عدنان، ينضم إلينا من مسقط الباحث والأكاديمي العماني الدكتور عبد الغيلاني. أهلا بك دكتور عبد الله. بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم، كيف تبدو فرص التوصل لحل سياسي؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. ابتداء إن كان يراد لهذه المناسبة مناسبة مرور سنتين على إطلاق عاصفة الحزم، إن كان يراد لهذه المناسبة أن تكون مناسبة لإجراء مراجعات شاملة فعلينا يعني أن نعود قليلا بعض الشيء إلى الوراء. يعني لا يمكن أن تلامس الحدث أو أن تتحدث عن النتائج وأن تدخل المقدمات. ما جرى في اليمن منذ سبتمبر 2014 كان نتيجة، هذه النتيجة سبقتها مقدمات كبيرة. فعلى اللاعبين الإقليميين واللاعبين الدوليين واللاعبين المحليين في اليمن أن يدركوا أولاً إن كان فعلاً يراد يعني للجميع أن يقف وقت التأمل ومراجعة حقيقية شاملة. بعض الاستنتاجات قد تكون صادمة ولكن لا بأس بهذا، لأن وضع اليد على الجرح الحقيقي هو الذي سيفضي إلى حلول حقيقية. أنا أتصور أن يعني هناك أخطاء ارتكبت، ولعلي أخص بالذكر هنا يعني منظومة التعاون التي هي اليوم متورطة في حرب في اليمن منذ سنتين لم تنجز الأهداف الاستراتيجية الكلية. نعم تحقق بعض هذه الأهداف ولكنها لم تنجز الهدف الاستراتيجي الذي من أجله خيطت هذه الحرب. فالمنظومة الخليجية يعني وقعت في أخطاء قبل أن يحدث في اليمن ما حدث. لعل أبرز هذه الأخطاء، ولا أريد أن أسترسل في الحديث كثيرا عن هذه المقدمات التاريخية، ولكن أبرز هذه الأخطاء بل الخطايا لك أن تسميها هي محاولة إعادة إنتاج علي عبد الله صالح مرة أخرى وتصديره للمشهد اليمني باعتباره لاعبا رئيسيا. هذا خطأ حقيقي وقعت فيه منظومة التعاون، وهي الآن تجني ثمار هذا الخطأ إضافة إلى أخطاء أخرى. أطلقت عاصفة الحزم عام 2015 في مارس. كان الأهداف المعلنة يعني عاصفة الحزم هي إعادة الشرعية إلى اليمن. هي طيب هذه نقطة مهمة تحدث بها دكتور عبد الله الغيلاني، يعني أن من أخطاء التحالف العربي ربما إعادة إنتاج علي عبد الله صالح. هو هدف لعملية عاصفة الحزم باعتباره انقلب على الشرعية وساهم في هذا الانقلاب، وربما أيضا خيانة العمق العربي والخليجي. كيف التحالف ينتج علي عبد الله صالح؟ أنا أقول هذا الخطأ حدث من قبل، يعني منذ الاتفاق على ما سمي بالمبادرة الخليجية، وكان ينبغي عندما نصت هذه المبادرة على أن يتخلى علي عبد الله صالح عن الرئاسة لنائبه، ثم تعقد انتخابات أظنها كان يفترض أن تكون في نوفمبر 2014. يعني أعيد إنتاج علي عبد الله صالح، وهذا خطأ كان ينبغي أن لا تقع في منظومة التعاون، وكأن أجهزة الاستخبارات الخليجية لا تملك تحليلا سيكولوجيا لشخصية على الرجل، وهذا خطأ وقعوا فيه. عاصفة الحزم الآن عندما أطلقت في مارس 2015 كان لها هدف واضح ومحدد يفترض أن يكون وهكذا يعني فهم الناس، وهي إعادة الأمور إلى ما قبل سبتمبر 2014، أي التصدي يعني لهذا الاحتلال الحوثي المسنود من علي عبد الله صالح.
الآن يعني جملة أخطاء أيضا وقعت فيها عاصفة الحزم، من هذه الأخطاء أنه بعد بضعة أسابيع وليس بضعة أشهر، بعد بضعة أسابيع أعلن انتهاء العاصفة رسميا والشروع في عملية إعادة الأمن. يعني وهذه كانت رسالة حقيقة سلبية جدا للحوثي ولعبد الله صالح. طيب أعود لضيفي من الرياض الأستاذ عدنان. طيب نعود لضيفنا من الرياض الأستاذ عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلامية لتجمع العلمي والإصلاح. أستاذ عدنان في سؤال أخير لك، الآن ربما هناك حالة جمود سياسي تخيم على المشهد، هل ما الذي قد يغير أو يحرك هذا الجمود، وماذا عن القوى السياسية، هل لديها القدرة أو ربما الرغبة حاليا لإحداث أي تحريك لهذا الجمود؟ ربط المسار السياسي بالأطراف الدولية هو الذي يسبب هذا الجمود. يفترض أن المسار السياسي يظل نشط وفعال على اعتبار أننا نتجه لبناء دولتنا يعني، ونحن وهذا شأن يمني. يفترض أن الأحزاب السياسية يعني تظل في انعقاد دائم، تصنع التحالفات التي والحامل السياسي المفترض أن يقوم بتجيش المجتمع والتعبير عن تطلعاته في شكل الدولة القادمة وطبيعة البناء الذي يفترض أن يحصل في مؤسساتها السيادية. أنا أستغرب مثلا أن نربط المسألة في بولد الشيخ أو بالبعد الدولي، هناك أيضا بعد محلي يفترض في الأحزاب السياسية أن تقوم بهذه المهمة، ويفترض عليها أن لا تنتظر للمبادرات التي تأتي من المحيط الدولي والإقليمي، فرض أن تقدم مبادرات وأن تصنع هذه المبادرة فيها. هذا الأمر الأحزاب السياسية كانت قد بدأت في الحديث عن أو في الترتيب للتحالف السياسي لكنه لم يرى النور بعد، وأتمنى وأتوقع أن يظهر مثل هذا الأمر هو الذي سيجعل من العملية السياسية ذات معنى وذات قيمة. طيب ما الذي يمنع الأطراف المحلية من ممارسة هذا الدور؟ والله التجمع اليمني للإصلاح يعني منذ بداية الأزمة وهو يسعى يعني جاهدا بكل طاقته يعني للاستماع لوجهة النظر حول هذا الأمر، وما زال يعني يسعى في مثل هذا الأمر وهو يعني ويراها أنه مهم وضروري وعاجل. يعني إذا كان العمل المشترك كان ضروري في فترة ما قبل الثورة من أجل ترسيخ معادلة المعارضة في مواجهة السلطة، تقوية المعارضة في مواجهة السلطة، فالآن يعني الضرورات ملحة وأكثر ضرورية أكثر من الضرورات السابقة، لأننا في مرحلة إعادة بناء الدولة، وهذه مهمة. في الفشل في هذه المهمة أن يقذف باليمن إلى المجهول وأن يبقينا في الفراغ. شكرا جزيلا لك عدنان، شكرا جزيلا لك عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع العلمي والإصلاح، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي من عمان دكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، في العام الأول للعمليات العسكرية كان هناك إنجاز حقيقي، ربما تحررت عدد من المحافظات، تم ضرب معظم القوى العسكرية للانقلابيين، الآن لا نرى سوى تقدم بسيط يحدث هنا أو هناك، باعتقادك لماذا؟ الأمر يتعلق بتعريف التعريف الاستراتيجي للخطر الذي يمثله الحوثي. يعني كيف تنظر المملكة العربية السعودية والاتحاد العربي إجمالا إلى درجة الخطر الذي يمثله هذا الاحتلال الحوثي لليمن؟ يبدو أن يعني ما تحقق إلى الآن من تحرير لأجزاء كبيرة من اليمن، من يعني تصدي للحمد العسكري الحوثي، من محاصرة الحوثيين في صنعاء وما حولها، يبدو أن التحالف العربي قد اكتفى بهذا، وكأنه يرى في هذه اللحظة أن الحوثي بوضعيته الحالية لا يمثل خطرا استراتيجيا مهددا للأمن القومي الخليجي والأمن القومي السعودي تحديدا. وأظن هذه مسألة التعريف هنا ليس دقيقا وليس صحيحا. كذلك أضيف إلى هذا، دولتان رئيسيتان في المنطقة على المستوى يعني العملي ليست ضمن معادلة الصراع، سلطنة عمان ومصر، مصر هي ضمن التحالف العربي ولكنها عمليا خارج المعادلة، سلطنة عمان على المستويين السياسي والعسكري خارج المعادلة. السؤال ما الذي يجعل هذه الدول لا تنظر إلى هذا التحول في اليمن إلى سيطرة يعني عصابة مسلحة على السلطة في اليمن وإسقاط الدولة وقتل الناس
ما الذي يجعل هاتين الدولتين لا تنظر الى هذا الخطر باعتباره خطرا استراتيجيا لاحقا مهددا للامن القومي العربي الاستراتيجي؟ اظن ان المملكه العربيه السعوديه ينبغي ان تطلع بجهود فكريه وتنظيريه وتسعى الى اقناع الفرقاء الاقليميين بان نعم هؤلاء يمثلون خطرا استراتيجيا على الامن القومي الخليجي، كذلك حتى على امن المملكه. يعني اطاله امد الحرب الان سنتين، دخلنا على السنه الثالثه، إطالة أمد الحرب فيه تعزيز القوة الحوثية في اليمن، فيه مزيد من التذكير بالشعب اليمني، فيه أن يدفع ربما شرائح واسعة من الشعب اليمني إلى أن تستسلم لهذا الواقع وأن تقبل يعني بهذه المرارات، أن تعيش ضمن يعني في ظل هؤلاء مضطرة وليس مختارة. فأنا أظن يعني أخلص من هذا إلى ماذا؟ أخلص من هذا إلى أنه لا يمكن لعملية الحزم أن تؤتي وكلها مع هذا التباطؤ، مع هذا التعثر في الأداء العسكري. كذلك ينبغي أن تكون هناك، أن يرافق هذه العملية العسكرية، وهذا ما كان مفقودا منذ الأيام الأولى، ينبغي أن يرافقها مشروع سياسي واضح محدد المعالم. هذا لم يطرح إلى الآن. كل ما نراه الآن في المنطقة هي مبادرات أمريكية، مبادرات أممية، مبادرات إسلامية هنا وهنا، ولكن لم تطلع او لم يرافق الحمله العسكريه عاصفه الحجم، لم يرافقها مشروعا سياسيا واضحا يستقطب ويعني يستوعب كل القوى السياسيه اليمنيه. لا زال التحالف كما يرشح بين الحين والاخر يعاني من يعني توترات في الداخل، ليس هناك اتفاق على الحل السياسي، ليس هناك اتفاق على تقصد أن داخل يعني معسكر التحالف العربي. هذه نقطة مهمة سأناقشها معك، لكن بعد أن نشرك من الشارقة ضيفنا الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، أهلا بك لهذه الحلقة من زوايا الحدث. خلال العامين الماضيين لم يرتبط التقدم العسكري لمعسكر الشرعية والتحالف العربي بالإنجاز على المستوى السياسي، بل ربما يعني ونحن نرى قوات الشرعية على أطراف صنعاء تأتي خارطة وأفكار ولد الشيخ، وهي أقرب إلى رؤية الميليشيا كما يقول مسؤولو الحكومة. برأيك ما السبب في ذلك؟ أنا أعتقد أن العملية السياسية والعملية العسكرية متعددة الروافد، وإن لم يكن هنالك تناغم في هذه الروافد فإن النجاح يكون متباعد إلى هذا الحد أو ذاك، بقدر ما يكون هناك تنشيل في عملية التناغم بين ما هو ميداني وما هو سياسي، بقدر ما يكون هناك تباعد على الأهداف عند كل الأطراف المعنية بهذا الأمر. ولهذا السبب أنا أعتقد أن العملية الميدانية بطبيعتها أولا تستقيم على وجود الرفض لما هو غير إيجابي في المناطق والمدن اليمنية المختلفة، وتستقيم أيضا على وجود نية وإرادة سياسية للشرعية اليمنية المقرونة بالتحالف العربي، ولكن كل هذه المسائل ما لم تكن مواكبة لعملية سياسية ناضجة ورائية، وهي عملية بطبيعتها مركبة إعلامية واقتصادية واجتماعية وخدماتية وما إلى ذلك، فإن المسألة تصبح يعني متعثرة. والحقيقة الأساسية التي يمكن استنتاجها أنه لم تكن هنالك إدارة سياسية حصيفة. أنا أتحدث الآن عن طرف في المعادلة وهو طرف الشرعية، لم تكن هنالك إدارة سياسية حصيفة، وهذه الإدارة السياسية التي راهنت رهانا مطلقا على المواقف الدولية، وراهنت رهانا مطلقا على مبدأ الحق والباطل وفق البعد النظري لهذا المبدأ، كانت متباعدة بهذا القدر وذاك من المواجهة الحقيقية الشاملة التي تعني تماما أن ترتقي العملية السياسية إلى مستوى العملية الميدانية، وأن ترتقي العملية السياسية إلى مستوى العملية الميدانية، يعني أن يتم التصرف في اللحظة والساعة والآن بكيفيات تؤدي إلى تعزيز الأفضليات في تقدم هذه الشرعية. ماذا كان بيد الشرعية؟ ماذا كان بيد الشرعية فعله؟ وأن ربما تحمل الشرعية الآن المسؤولية عن هذا التباطؤ؟ الشرعية في نهاية المطاف يعني تنطلق من منطلقات مبدئيا توافقية قام عليها الوئام اليمني، وهي المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني والقبول بالعملية السياسية التي وقع عليها كل الأطراف. إذا كانت الشرعية تنطلق من هذه المنطلقات فإن هذه المنطلقات ليست نصوص مقدسة، هذه المنطلقات تتطلب تفعيل، والتفعيل يتطلب عمل سياسي، والعمل السياسي يتطلب مرونة ويتطلب قدرة على المغايرة المرتبطة بالمتغير الميداني على الأرض. وبهذا المعنى يمكن أن يكون هناك نوع من التراكم إنجاز التعبير في الإنجازات التي توصل في نهاية المطاف إلى انتصار الحق إن كان هنالك حق.
فهذا هو الأمر الأساسي والجوهري الذي لم ترتقي إلى مستوى بعض القيادات الشرعية. أنا لا أريد أن أعمم هنا كل شيء. وبالمقابل الطرف الآخر هو طرف انقلابي بالمعنى الدقيق والواضح للكلمة. والطرف الانقلابي بطبيعته ينطلق من منطلقات مغايرة للمرجعيات التي تم التوافق عليها. كل الموافقات على هذه المرجعيات لم تكن سوى تكتيك سياسي لا أقل ولا أكثر. ولهذا السبب دكتور عمر سأعود للحديث معك عن نقطة الرهان على القوى الدولية وأيضا تأثير هذه القوى على مسار وفرص الحل السياسي، لكن بعد أن أعود لضيفي من عمان دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، نقطة العلاقة ما بين القوى داخل التحالف العربي، تأثير ذلك على مسارات الحرب والسلام في اليمن؟ واضح جدا ان التباينات في داخل التحالف العربي تنعكس انعكاسا مباشرا ليس فقط على المواقف السياسيه وانما حتى على الاداء الاستراتيجي على الارض. ليس هناك اتفاق على يعني رؤيه سياسيه يمكن ان تقنع بها جميع الاطراف، هناك تباين في المرئيات، كما قبل قليل هناك تباين ايضا في تعريفات المخاطر الاستراتيجيه. ما الذي يواجه اليمن في مرحلة ما بعد التحرير، في مرحلة ما بعد يعني التوافق على يعني عملية سياسية؟ يعني هناك اختلاف ويعني تباينات كبيرة جدا حول هذه المسألة. هذه التباينات تنعكس على الطبيعات السياسية للفرقاء الداخلية في التحالف، تنعكس أيضا على الأداء الاستراتيجي على الأرض، وبالتالي هذا أحد المعوقات الكبرى. الحكومة اليمنية كما تفضل يعني الضيف الكريم قبل قليل أيضا لا تخطو خطوات حثيثة لحلحلة مثل هذه الأمور. يبدو أنها تنتظر يعني الإملاءات من الخارج، يبدو أنها قد اتكأت اتكاء كليا على اللاعبين الإقليميين والدوليين لدرجة أن الأمور، وهذا أمر حقيقة يعني مستغرب جدا ومستنكر، يعني المبادرات السياسية يتم الاتفاق عليها والدعوة إلى حوارات ومؤتمرات ويعني لقاءات، والحكومة الشرعية تنفي صلتها بمثل هذه المبادرات. إذن ما المعني بهذه المبادرة؟ فأنا أقول هي تتحمل عبء من ناحية، طبعا ندري يعني حالة الضعف التي عليها الحكومة وأنها محاصرة. طيب نعود إلى معسكر التحالف العربي ونحن نتحدث عن التباينات الموجودة داخل قوى التحالف العربي. باعتقادك ما شكل الحل الذي تتصوره قوى التحالف العربي؟ ما شكل الحل والنهاية التي يريدونها لما يحدث في اليمن الآن؟ والسؤال ينبغي أن يكون ما شكل الحل الممكن وليس يعني بالضرورة الحل المثالي الذي تنشده جميع القوى، ولكن ما هو الحل الممكن؟ الحل الممكن أولا أن تستوعب جميع القوى السياسية اليمنية في إطار أي عملية سياسية. هذا عليه خلاف كبير في داخل التحالف. هناك من يرى أن بعض الأطراف ينبغي أن تقصى وينبغي أن تستأصل وينبغي أن لا يكون لها مقعد في العملية السياسية القادمة، وهذا يعني هذا متعذر عمليا. لا يمكن يعني قوة كبيرة مثل التجمع اليمني للإصلاح مثلا، لا يمكن استبعاد هذه القوة حتى وإن أراد الآخرون، يعني بحكم الأمر الواقع عمليا على الأرض لا يمكن، ميزان القوى لا يسمح بهذا. هذا من ناحية. من ناحية طيب. مسألة يعني نسمع حديثا بين الحوالات. أنا مضطر يعني لشكرك دكتور عبد الله الغيلاني، لم يعد لدي سوى دقيقة في وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث العماني، كنت معنا من مسقط. أختم مع ضيفي من الشارقة الدكتور عمر عبد العزيز في دقيقة. دكتور عمر، باعتقادك كيف تؤثر مواقف الأطراف الدولية على فرص السلام في اليمن، وما الذي يجعل هذا التباين الموجود والظاهر الذي تحدث به دكتور عبد الغيلاني موجود داخل معسكر التحالف العربي؟ مما لا جدال فيه أن القوى الإقليمية والدولية وحتى المحلية في اليمن لابد أن تتباين في رؤاها وفي نظرتها للمسألة اليمنية. هنالك بعد استراتيجي كان مغفلا عنه من قبل القوى الإقليمية في العالم العربي، وهذا البعد الاستراتيجي تبلور الآن بشكل واضح خلال عاصفة الحزم وما تلاها من تراجيديا. بمعنى آخر، كانت المسألة اليمنية ينظر إليها من قبل الأشقاء العرب نظرة قائمة على وجود كيانات متناظرة وعلى أنها مسألة تأخذ طابع تكتيكي في أفق ما، لكنها الآن تبين أن هنالك تداخلات وتواتجات كبرى وتاريخية جغرافية جيوسياسية،
وأنا أعتقد أن هذه واحدة من الثمار الكبرى التي تنبه الاستراتيجيين العرب إلى معنى هذا العمق الديمغرافي والتاريخي والجغرافي في الجزيرة العربية. ومن هذه الزاوية أنا أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك اجتهادات متعددة ومتباينة، ليس فقط على مستوى التحالف العربي ولكن على كل المستويات، ولكن أيضا هنالك رؤية وتحالف في نهاية المطاف يمثل قاسم مشترك على بين الخلفاء العرب من جهة، وأيضا في إطار المجتمع الدولي إذا ما استثنينا من هذا المجتمع الدولي إيران. شكرا دكتور عمر. هي الواقفة لوحدها رافضا للحلول السلمية. شكرا جزيلا لك دكتور عمر ضيفنا من الشارقة، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة كمال حيدر، أكونوا بخير.